هذه قصة الأسد والفأر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أروي لكم قصة الأسد والفأر. كان في مكان في قديم الزمان، كان أسد لاقط يسبع بالنمبالصة، وبعد زي الفأر وزي محلاها اللعبة، ينقز فوق الأسد، ينقز ومبعد قام الأسد وبعد زي بسيك وقال سامحني هم الأخرى نسيب. قالوا لا يا ما سمي زي الفأر يساعدك أنت صغير. وبعد عملوا صيد السمك سبكهم، بعد عمل حتى طاف قعد في السبكة، بعد زاد الفأر هما حاولوا الغابة انقذوني، وبعد ما زيو حتى لقلب الزرافة كان الفأر بس ينحيها، بعد كلاها وبعد قالوا تفضل سيدي، بعد قالوا اسمه آخر. أخلص الأسد فرحان اللي هو أكلاله السبكة، وبعد قالوا بس سوف يصبح أصدقاء. بعد زاد قالوا زاد الأسد يجيبوا العربة ويحطوا في يحطوا الأسد، وبعد هو فهم يزني ولاه يقتلهم، بعد هم كهربوا. شكون ها الصيادين بعد شنو اخر والاسد والفعل اصدقاء مع شنو اخر انت القصه. انت القصه انت بهذه القصه.